تنساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك. الملف الان كما قلت لكم امام السيد معروض على السيد قاضي التحقيق، من بعد من غادي يحدد لنا واحد الجلسه ديال التحقيق التفصيلي راه حنا غادي نوروا الراي العام بخصوص هذا الملف هذا. صافي هادشي اللي كنا. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله. تطورات جديده في قضيه رجل الاعمال المغربي اليهودي الديانه جوناثان هاروش اللي كيتعتبر هو المدير العام والمالك لمجموعه سيتي كلوب الرياضيه. ففي التطورات في الملف ديالو قرر قاضي التحقيق لدى محكمه الاستئناف مدينه الدار البيضاء ايداع جوناثان هاروش رهن الاعتقال احتياطي بمركب السجن عين السبع عكاشه بالدار البيضاء. و يتابع قاضي التحقيق صاحب مجموعة سيتي كلوب كيف قلنا رجل أعمال يهودي المغربي بحزمة من التهم أبرزها الاتجار بالبشر واستغلال الوضعية الهشة لبعض النساء وحيازة واستهلاك المخدرات والتحريض على الفساد. وحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء المدير العام لمجموعة سيتي كلوب البارح الثلاثاء على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء واللي قرر إحالة المتهم على قاضي التحقيق. في التحقيق الأولي داز جوناثان هاروش عند قاضي التحقيق اللي قرر من بعد على أنه يتابعه في حالة اعتقال ويهبطه لسجن عكاشة وحدد لي موعد من بعد باش يبدأ معاه جلسات الاستنطاق التفصيلي. اليوم دوزنا تقديم امام السيد الوكيل العام، والسيد الوكيل العام قرر قدم واحد الملتمس باجراء تحقيق في الملف واحيل الملف على قاضي التحقيق. قاضي التحقيق راه استمع للمتهم ولا السيد جوناثان هاروش ابتدائيا وقرر الايداع ديالو. احنا كننتظروا الاستنطاق التفصيلي. على كل حال السيد جوناثان هاروش كياكد البراءه ديالو من تهم المجاهلات. جوناثان هاروش كانت السلطات الامنيه وقفته نهار السبت اللي فات، ومن بعد ما وقفته الشرطه القضائيه بالدار البيضاء تم تسليم الملف ديالو الى الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه اللي بقى فيها عندها حراسه نظريه من السبت وتم تبديدها حتى يوم الثلاثاء البارح الثلاثاء. جوناثان هاروش كانوا شدوه الاول جاو باش يحقوا معاه على ود شيكات بدون رصيد. مساطر مرجعيه قدم مذكرات بحث على خلفيه اصداره شيكات بدون رصيد ملايين الدراهم. وملي جاو البوليس باش يشدوه كان في واحد الفندق كيحتفل بيوم عيد الغفران ولا الكيبور ديال الطائفه اليهوديه. فلقاو معاه جوج فتيات داخل واحد الغرفه ديال هذا الفندق، ولقاو معاه ايضا 2.5 غرام ديال الكوكايين كيتعاطاها. وجاء قرار قاضي التحقيق في حدود الساعه 1:30 من صباح يوم الاربعاء بعد ساعات طويلة من التحقيق، وبناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اللي أمر على أنه يتابع في حالة اعتقال. أما بخصوص الفتاتين المذكورتين اللي كانوا معاه واللي شدوا معاه في الفندق، فقد جرى إخلاء السبيل ديالهم من لدى قاضي التحقيق واعتبارهما ضحيتين لدى المتهم المذكور. وخلال التحقيق معاه التحقيق الأولي تم إسقاط تهمة إصدار شيكات بدون مؤونة بعدما أكد توفره على تنازلات من أصحابها. وهكذا فينتظر أن يشرح قاضي التحقيق بعدما يتودع المتهم دوز غيدوز اليوم الأربعاء أو ليلته الأولى في سجن عكاشة. كيف قلنا من بعد غيحدد ليه جلسة ديال بداية التحقيق التفصيلي اللي غادي يحقق فيه في الأسبوع أسابيع القليلة المقبلة، وغادي يتم خلال هذا الاستنطاق التفصيلي ولا التحقيق التفصيلي البحث معاه في التهم المنسوبة إليه وضمنها استهلاك المخدرات الصلبة، إلى جانب حديث على الاتهامات بالاتجار بالبشر واستغلال الوضعية الهشة لبعض النساء والتحريض على الفساد. وكيف قلت قبيله فقد بعد ما شدته مصالح الشرطه القضائيه للمصلحه الولائيه لولايه امن الدار البيضاء فقد جرى تسليمه
الى عناصر الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه اللي كملت معاه البحث في الملف، خصوصا على ان المتهم كانت تروج حوله ادعاءات على انه كمارس اعتداءات جنسيه، الى جانب انتهاك حقوق العاملين عنده واللي كانت قد تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي منذ اشهر. وفي هذا السياق تفاعلت منظمات حقوقيه مع خبر توقيف رئيس مجموعه سيتي كلوب جوناثان هاروش، حيث دخل المركز المغربي لحقوق الانسان على الخط وكيطالب بمتابعه هاروش بتهم الاتجار بالبشر واستعمال المخدرات. واشار المركز في بيان له لان هذه الوقائع كتاكد الشكوك اللي كانت كتحوم حول استغلال هاروش للفتيات العاملات في المجموعه ديالو، الشيء اللي كيقتضي متابعه جديه بتهم الاتجار بالبشر واستعمال المخدرات الصلبه. كما افاد المركز المغربي لحقوق الانسان بان عدد من العاملين في سيتي كلوب كيشكاو من ظروف عمل قاسيه وسوء معامله، بالاضافه الى حرمانهم من الاجور ديالهم وعدم انتظام الصف ديالها. واضاف هذا البيان ديال المنظمه الحقوقيه أن ممارسات مالك المجموعة زادت من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والنفسية للكثير من العاملين اللي ما قدروش على أنهم ياخذوا الحقوق ديالهم، سواء عن طريق تسوية الودية أو عن طريق القضاء. وفي سياق ذاتي كشف ذات المركز أن بعض النساء المغربيات المنخرطات في سيتي كلوب تشكاو من منعهن ارتداء لباس السباحة الخاص بالمحجبات البوركيني وتعرضهن للإهانة والتمييز، كما أشرن إلى رفض استرجاع أموالهن بعد إلغاء انخراطهن نتيجة هذا المنع، مما منعهم من أنهم يعوموا بذاك البوركيني بغاو يردوا الغاو الاشتراك ديالهم ولكن مبغاوش يردوا لهم فلوسهم اللي خلصوا. ودعا هذا المركز إلى فتح تحقيق شامل في كافة التجاوزات اللي ارتكبها مالك سيتي كلوب ومحاسبته على كل الانتهاكات التي تحدث داخل مجموعته، حماية لحقوق المغربيات اللواتي كنا ضحايا لهذه السلوكيات المشينة، وفق نص البيان ديال هذا المركز المغربي لحقوق الإنسان. إذن خلاصة القول في هذه القضية، قضية جوناثان هاروش اللي معروف بمول سيتي كلوب، قضية دارت ضجة كبيرة في المغرب بسبب التهم الخطيرة اللي تقاضى عليها. هذا رجل أعمال مغربي كان كيتشاف من قبل الناس كرجل أعمال ناجح، لكن بعد خرجات فضائح كبيرة عليه على استهلاك الكوكايين، إصدار شيكات بدون رصيد، وحتى الاشتباه في التجارة بالبشر. هذا الشيء كامل جاء من بعد ما سيتي كلوب ما بقاش كيوفر الخدمة اللي وعدوا بها الزبناء ديالهم، بحال الناس اللي شراو الشراكات طويلة الأمد وما لقاوش الخدمات اللي خلصوا عليها، وهذا الشيء خلق مشاكل مادية وإدارية كبيرة. ماشي غير الزبناء اللي كانوا ضحايا، حتى الموظفين ديال الشركة تعرضوا لصعوبات بحال تأخير في الأجور، غياب الشفافية في التسيير. هاروش كان دافع على راسه وقال على أن الأزمة اللي عاشتها الشركة والمؤسسة كانت نتيجة تأثير جائحة كورونا كوفيد 19 على الاقتصاد، ولكن القضايا اللي تعلقات بالشيكات بدون رصيد والكوكايين زادت القضية تعقيد. العبرة اللي خصنا ناخده من هذه القصة هي أن النجاح ما كيتبناش بالغش ولا بالوعود الكاذبة. الشركات خاصة تكون نزيهة في التعاملات ديالها وما تستغلش الثقة ديال الزبناء باش تربح على حسابهم. فالنزاهة استقامة هما الأساس ديال الاستدامة في المجال، في أي مجال ماشي غير في المجال التجاري. وحنا كزبناء ولا مستهلكين خصنا ديما نكونوا واعين ونتاكدوا من الشركات ولا اي حاجه كنتعاملوا معاها باش ما نطيحوش في الفخ بحال هادو. ختاما هذه القضيه كتذكرنا باهميه احترام القانون والمسؤوليه الاجتماعيه ديال اي شركه. كل واحد يدير باله قبل ما يطيح في شي مشروع كيبان كبير ولكن الواقع ديالو كيكون مليء بالغش. بالنسبة لرجل الأعمال المغربي ذو الديانة اليهودية جوناثان هاروش فهو بريء حتى تثبت إدانته. القضاء هو اللي كيقول كلمة هو اللي كيحكم على الناس، وكيف كيقولوا القانونيين فحكم المحكمة هو عنوان للحقيقة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.
تنساش تشترك في القناة ديالنا وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لك.